تقدمت اليوم باسم تكتل الجمهورية القوية باقتراح قانون معجل مكرر لا يهدف إلى تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي 144 تاريخ 95 اللي هو قانون ضريبة الدخل، مرتبط بقانون ضريبة الدخل. هالقانون يهدف للإجازة للمكلفين بضريبة الدخل، إجراء إعادة تقييم استثنائية للمخزون اللي عندهم لحتى وللأصول الثابتة، المخزون والأصول الثابتة، والاعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المدينة والدائنة وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية. شو بيعمل هالقانون؟ هالقانون بيساهم بمعالجة أثار التضخم النقدي وانهيار سعر صرف الليرة، وبيتماشى مع المعايير الدولية يلي بتطبق على بلدان بيصير فيهم تضخم كتير كبير وانهيار سعر صرف. بيعالج هالقانون الإشكالية الناتجة عن تكليف الفروقات الإيجابية بالليرة اللبنانية الناتجة عن انهيار سعر الصرف بالعملة المحلية على أرباح إعادة التقييم، ويحول دون تحميل المكلفين أي خسائر ناتجة عن تقلبات أسعار سعر الصرف والسلع والمواد الاستهلاكية. يعني بما معناه ومختصر بسيط، لما عم ينهار سعر صرف الليرة وفي أصول وفي بضائع موجودة بالمخازن بتصير قيمتها بالليرة اللبناني رقم كتير كبير، ببين وكأنه حققوا أرباح بين الرقم الصغير يلي تم فيه شراء هذه الأصول والمواد وبين الوقت يلي عملوا فيها تقييم وصار سعرها كتير كبير بحجم الليرة، مثل ما هو شنطة صغيرة كان فيها ليرات قليلة وعلى سعر الصرف الجديد صار بده يحمل شنطة كبيرة. نفس الشيء بيصير بالبضاعة والبضائع، سعرها بيصير مضخم، وبالتالي إذا ما عملنا هالنص القانوني بيعتبر كأنه هذا ربح وبيصير بده يندفع عليه ضرائب. هيدول الأمور وخسارة بقيمة الأراضي والعقارات وغيره مع تدهور سعر الصرف كمان بينتج عنه نفس الشيء. لذلك هذا القانون بيساعد الناس ويساعد المواطنين والمكلفين بالضرائب انه يتماشى مع التضخم اللي حاصل وانهيار سعر الصرف. هلا كان هذا القانون احاله، كان موجود هذا النص او نص شبيه فيه بمشروع قانون الموازنه. بخلال نقاش الموازنه اترحل هذا النص لاخر الجلسه على اساس بيتناقش بالاخير، انتهى الوقت ورفعت الجلسة ولم يناقش، وهذه بتسبب كارثة كتير كبيرة على اللي بدهم يدفعوا ضرائب اليوم، لأنه هذه بتبين كأن أرباح بيدفعوا عليها كمية كبيرة من الأموال. لذلك أحالة الحكومة مشروع قانون بمرسوم، طبعا نحن خلال النقاش رفضنا النقاش بهذا الموضوع لأن حكومة تصريف الأعمال ما بحق إلا تعمل إحالات مشاريع قوانين خاصة بما يتعلق بالأمور المالية إلا الموازنة بحد ذاتها. لذلك عم نتقدم نحن بهالاقتراح القانون المعجل المكرر لنعالج هالإشكالية ولحتى يكون في معالجة لها بشكل سريع، لأنها بتخدم المواطن، بتخدم الاقتصاد الشرعي والمؤسسات الشرعية اللي عم تدفع ضرائبها مزبوط، وبتجنب عليها الأكلاف الإضافية العالية الناتجة أو اللي ممكن تساهم بانهيارها الناتجة على التضخم وانهيار سعر صرف العملة. يعطيكم ألف عافية. هلا بعدها ماشي المناقشات، ما في، منخلي رئيس اللجان المشتركة هلا هو يعطيكم، لأنه في كتير إشي عم نشتغل عليها. يعطيكم العافية.